نبدأ المزاد. 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه ايه؟ 100,000 جنيه ايه حضرتك يعني؟ محل في منطقة زي كده يساوي 100,000 جنيه، ليه حرام؟ خلينا نشوف شغلنا يا أستاذ عادل، وبعدين اسكت أنت! اقعد! حاضر، منك لله يا رمزي، منك لله. يا نهار أبيض، يوم زي كده ويسيبني. ماشي يا رمزي ماشي. 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه، مين يزود؟ 110,000. 110 ايه يا جماعة؟ ما ينفعش كده 110، احنا عايزين المزاد يشعل يولع كده، ما ينفعش. 130,000 جنيه. 130,000 جنيه، 130,000 جنيه، مين يزود؟ عليا ب 140,000 جنيه. 140,000 جنيه، 140,000 جنيه، مين يزود؟ 250,000 جنيه فقط لا غير. انت كنت فين وجبت الفلوس دي منين؟ 250,000 جنيه، مين يزود؟ انا هنا. انا تري، انا ترو. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اسم حضرتك ايه يا استاذ؟ رمزي. الاستاذ رمزي. لا يمكن، اللي بيحصل ده مش مظبوط، في حاجه غلط. يا نهار اسود، ايه ده؟ رمزي يشتري البازار ازاي؟ ازاي؟ وبعدين يا استاذ عادل، قلت لك اسكت انت، وبعدين اقعد. سيبوه. اقعد. مبروك يا استاذ، يبقى تعدى علينا عشان تاخد صوره العقد بتاعك. ماشي. اتفضل يا استاذ. الف مبروك. الله يبارك فيك. ما تنساش بقى سعادتك الحلاوه بقى يا استاذ. خلاص الحلاوة. خلاص سمعت، خلاص اتفضل. ورش على التجار الخسرانين دولت. يلا. مشكرين قوي يا سعاده الباشا، مشكرين قوي. الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. يلا مأجرين بدل، تجار خايبه. يلا. يا رمزي، رمزي، هو انت جبت الفلوس دي منين يا رمزي؟ اخيرا يا دوله، اخيرا الحمد لله كسبت لي يا نصيب. كسبت ازاي؟ كسبت ازاي يا عم؟ ربنا بيسبب الاسباب، انت هتنق عليا. لا انا مش مصدق اللي بيحصل ده، انا اكيد بحلم. اوعى تصحى من الحلم ده، الحلم ده جميل قوي يا دوله. لا مدام حلم، خلاص براحتك، مبروك عليك البازار. سلام عليكم. تعالى، رايح فين؟ هروح بقى. هتروح فين يا دوله؟ انت نسيت ان انا اشتريت كمان البيت بتاعك والعربيه بتاعتك مع البازار، يعني كل حاجه بقت بتاعتي، هتروح فين دلوقتي؟ يعني قصدك ايه؟ بص يا دوله، انا مش قصدي حاجه، يعني انا لا يمكن انسى فضلك عليا، يعني البيت بيتك يا عم، والبازار محفوظ شغلك فيه. يعني ايه؟ انا هشتغل عندك في البازار؟ امال يعني هسيبك عواطلي كده وانت تاخد من اللي يسوى واللي ما يسواش؟ هتبقى معايا يا عم، بس في مشكله كده. يعني مشكله ايه؟ انتوا دلوقتي وضعكم معايا في البيت يعني مش ظريف. يعني قصدك ايه؟ احنا لازما نبقى اهل. ايوه قصدك ايه؟ اتجوز سناء اختك. سناء؟ قصدك ايه؟ اتجوزها، يعني ابقى جوزها في البيت. لا، تتجوز سناء اختي؟ لا انا مش موافق طبعا، مش موافق، مش موافق. مش موافق ليه يعني؟ ايه يا دوله، وانا ناقصني ايه يعني؟ وبعدين يعني انا بقيت غني، وما تنساش ان انا اشتريت كل الكمبيالات اللي عليك من التجار. لا 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 لا، مهما يكون انا مش هوافق ابدا ان انا ادي سناء ليك. لا لا، اجوزها لواحد رمزي؟ واحد رمزي ازاي؟ انا مش موافق ابدا. مش موافق ليه يا دوله؟ بقول لك ايه، فكر في امك، فكر في مراتك رانيا، فكر في سناء، فكر في ياسمين بنتك. ياسمين بنتك لما هتروح مدرستها البنات زمايلها هيشاوروا عليها ويقولوا بنت السجينه اهي، بنت السجينه اهي، بنت السجينه. ايه ده؟ انت ايه اللي منيمك هنا؟ ما انا اصلي ها لقيت جوه في الاوضه، يعني الشنط بتاعتك ماليه الاوضه، فعشان كده يعني قلت اسيب لكم الاوضه النهارده كمان عشان تتجوزوا يعني براحتكم. لا 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 يا عادل، ده ما يصحش خالص، يعني المنظر كده الناس هيقولوا علينا ايه؟ يلا ادخل نام في المطبخ انت ومراتك. يلا. المطبخ؟ لا يا عادل، المطبخ لا يا عادل، لا يا عادل. يا جماعه المطبخ حر جدا جدا، وانا بتخنق من الحر واعصابي ما بتستحملش مطبخ. لا حرام عليكم. نعم يا حبيبتي، المطبخ ارتفعت درجة حرارته من عمايلك السودة فيه. ايه ده يا بابا، هما مين دول؟ ايه ده، مش عارفاهم ولا ايه يا حبيبتي؟ ده عم رمزي وعمته سناء. طب هما عاملين كده ليه؟ يعني هما لسه جايين من حفلة؟ لا يا حبيبتي، هما اتجوزوا. مبروك يا عمته، مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي. عقبالك يا ياسمين. ان شاء الله عقبالك ده، اول ما نخلف بنوتة أمورة زيك يا ياسمينة. لا ما حدش لي دعوه بياسمين، دي بنتي. ايه ده؟ هياخدوا بنتي مني يا عادل؟ لا يا عادل، لا عزيمه بنتي، حرام عليكم. ايه التخريف اللي انتوا بتخرفوه ده؟ احنا هنجيب عيال زي القمر. عيال وزي القمر؟ ده منين بقى؟ ان شاء الله هيبقوا شبه مين ان شاء الله؟ هيطلعوا لي انا طبعا.
قصدي لمراتي حبيبتي الاموره دي. ايوه كده اعدل. يا سلام بقى لو ياخدوا من سناء قوتها وجبروتها وياخدوا من رمزي ذكائه الحاد. مرسين يا عادل. مرسين، الله يرحم عصير البرسين. التارية يا اخويا التارية. بقول لك ايه، نومك في الصاله ده وضع مؤقت، بعد كده تنقل الاقامه في المطبخ. انت مشوه منظر الصاله. معقوله يعني؟ معقوله يا سناء؟ يعني يهون عليك اخوكي. خلاص ضغطلي على الوتر الحساس، سيبهم النهارده نايمين في الصاله. خلاص يا حبيبتي، احنا علشان الوتر الحساس نسيبهم في الصاله، وبعدين يبقوا يروح بقى في الانتري مع الحمام في المطبخ. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. ايه ده رايح فين؟ تعال نظف كويس. حاضر يا رمزي. مش عايز حته ترابايه. وما تقوليش حاضر. ماشي. لو سمحت. والله ايوه، اهلا وسهلا، مساء الخير. انا كنت عايز ورقه باردي مكتوب عليها برديات العشاق. برديات العشاق. سبحان الله يا عم، روح بقى هتلاقي البرديات العشاق دي انا في محل الدباديب اللي على اول الشارع يا حبيبي. ثانيه واحده بعد اذن حضرتك. ليه يا رمزي بيه؟ ايه اللي ليه هو مش سامع، مش عارف ان هنا هو المحل بازار؟ ايوه سيبنا نتصرف بعد اذنك يا استاذ زياد. يا رمزي سهلا، حضرتك طلبك موجود عندي. اهلا وسهلا. ثانك يو. حضرتك دي برديه كان بعتها ايزيس لاوزوريس، كان في عيد الام يعني. اوه انا ايز دي بكام؟ دي حضرتك ب 100 جنيه بس. 100 باون. ايوه يا فندم. بس تو ماتش. لا مش تو ماتش ولا حاجه. شوف حضرتك الحبر بكام واوزوريس ده دفع قد ايه. اوف كورس تو ماتش. لا اوكي، يو ار نايس مان، اي ويل جيف يو. شكرا. 100 باون. شكرا. Thank you very much. Thank you. Okay. ألف سلامة. Good night. Good night. باي باي. شكله أجنبي. شفت بقى بسيارتك اتصرفت ازاي؟ هات دول. اتصرفت حلو قوي. أنت طمعان فيها ولا إيه؟ أنت ناسي إن البازار ده هون كله بتاعنا؟ ها؟ يلا بقى، يلا روح نظف المخزن اجري، وهات لي الكوكتيل اللي هناك ده عشان أنا إيدي وجعان. يلا بسرعة. اتفضل يا رمزي. نظف المخزن كويس. ها؟ حاضر. وبعد ما تنظف المخزن تعالى نظف المخزن. حاضر. يلا. حاضر. ما توقعش حاجة. ايه ده؟ ولا عادل؟ ايه الصوت ده يالا؟ ده مفيش حاجة يا رمزي بيه. مفيش حاجة ايه؟ وريني كده اللي في ايدك دي. ولا حاجة. اللي في ايدك التانية يا عادل. ايه ولا حاجة. صح، غريبة دولة، بس الصوت ده انا عارفه كويس، ده صوت تمثال الكسر صح؟ بصراحة تمثال الكسر فعلا. ايه ده دولة، عملتها ازاي دي؟ حلوة قوي، وحشني صوت التماثيل دي والله يا دولة. يعني فاكر انت يا رمزي لما انت كنت بتكسر التماثيل؟ فاكر. فاكر يا دولة، وفاكر كمان بقى حاجات كده جنبها. دولة، تمن التمثال ده اخصمه من مرتبك يا عادل. ليه؟ طب يا رمزي بيه، ما انت ياما كسرت، انا عمري خصمت منك حاجه؟ الصراحه لا. طيب خلاص، انا مرتبها هيكفي ايه ولا هيكفي ايه يعني؟ انا ماليش دعوه، انا ولا عايزني اوصل للي انت وصلت له ده بالبيجامه والبتاع. حاضر ماشي يا رمزي بيه. ماشي 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 ماشي. خد هنا. انت بتقول ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه يا عادل يا سعيد؟ قلت ماشي ماشي ماشي. بحسب. بتحسب ايه؟ ما واضحه. ماشي السلام عليكم. يلا بسرعه تعالوا، الاكل جه. يا عادل مش كل يوم بقى فول وطعميه يا عادل؟ طب ما الفول بالطعميه والطعميه من الفول يا عادل، مفيش مره عجه بالشكشوكه وبابا غنوك؟ شكشوكه ايه يا رانيا؟ مش تحمدي ربنا ان انا جايب لكم الاكل ده؟ دي مقدرتي يا ماما. وبعدين ما تنسيش يعني ان انا من 3 ايام اكلكم خضار. خضار؟ ده طبيخ قرديحي من غير لحمه يا ابني. لحمه؟ لحمتي يا ماما؟ لا 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 لا، لحمتي الحمد لله، ده كده حلوة قوي. بابا ماليش دعوة، انا عايزة لحمة. بكرة بابا ان شاء الله يجيب لك لحمة عشان انت بنته حبيبته. ايه يا ماما ما تفتحيش عين البنت على الكلام الفارغ ده، انت عارفة جرام اللحمة بقى بكام دلوقتي؟ كلام فارغ ايه يا ابن الحلال، انت حرمنا من اقل احتياجاتنا الانسانية المتدهورة. اقل احتياجاتكم ايه؟ استنوا بس، استنوا. ايه؟ انا شامم ريحه حاجه غريبه جدا. اختك جوزها جايب لها حمام كباب كفته وكل انواع اللحوم اللي في الدنيا، عمالين يطفحوا من الصبح في الاوضه. قاعدين حمام وكباب وقاعدين بيطفحوا؟ طب انتوا ما طفحتوش معاهم ليه؟ الا ما حد عبرنا،
ده انا امها اللي حملتها وهنا على وهن، ما عبرتنيش بحته لحمه ولا عضمايه، ناس رمم. بابا ايه بابا حرام عليك، عايزه لحمه. خلاص يا ياسمين يا حبيبتي، انا هاجي على نفسي وانا هتصرف، انا هجيب لك لحمه ما تقلقيش. مين اللي بيرن الجرس؟ جرس؟ ده حافظ مش فاهم. مين؟ 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 ما انا هو انا نفسي هو اللي بخبط يعني. عايز ايه؟ عايز ايه يا دول؟ عايز ايه؟ يعني كنت عايز بس لو حته لحمه صغيره، مش عشاني، عشان ياسمين يعني. رمزي اقفل الباب يا رمزي. رمزي 3100. لا 3101. 3001. يا نهار ابيض، نسيت الباسورد. 3331. اكيد معايا ورقه فيها الباسورد. الو، ازيك يا مي؟ عامله ايه؟ بقالي 4 ايام بسال عليك، مامتك بتقول ما انتيش موجود. ياسمين، ياسمين عايزك عايزك عايزك. نعم. ياسمين انت معاكي الباسورد ده ولا ايه؟ اه. طب لو سمحتي بعد ما تخلصي يعني مكالمة مع مي صاحبتك تعملي لي الباسورد. ها؟ ماشي ماشي. طب باي باي دلوقتي يا مي، عشان باباي عايز التليفون وكده، هبقى اكلمك تاني. باي باي. ماشي. يلا قولي لي بقى الباسورد. ها؟ مش هقول لك. مش هتقولي لي ليه؟ عشان انت لما كان معاك الباسورد كنت مش بترضى تقوله لي. معلش هبقى اقوله لك بعد كده. قولي لي بقى الباسورد يلا. مش هقول لك. طب انت جبتي الزفت الباسورد ده منين؟ من طنط سناء. طنط سناء؟ يعني كان سناء هي اللي اديتهولي. ايوه. وسناء انت جبت الباسورد ده منين يا سناء؟ من ماما. وانت يا ماما جبت الباسورد منين؟ مجيده. وانت يا حماتي جبت الباسورد منين؟ من نجله. وانت يا نجله جبتيه منين؟ من رانيا. رانيا جبت الباسورد منين؟ منك يا حياتي. من انا ازاي يا حبيبي؟ ما هو انت طول الليل بتنام وبتحلم بقى وتقعد تهلوس الباسورد رقمها كذا، الباسورد رقمها كذا، قمت حفظتها. يا نهار ابيض، يعني انا حافظ الباسورد وانا نايم ونسيها وانا صاحي؟ انا يعني مش هبصوا اقول لكم مفيش تليفون ليه بس؟ خلاص مفيش تليفون في الدنيا. بس خلاص بس 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 بس. الو. ايوه يا معلم مسخوط، معلش نسيناك من اول الحلقه. ها وصلت الاقصر؟ بقالك 6 اشهر في الاقصر. طب بص، البضاعه اللي معاك احسن حل ليها تفتح بازار وتبيعها فيه، او كمل على اسوان بقى. يلا سلام سلام. وانت جبت الباسورد منين؟ منك يا حبيبي. وانت جبتي منين؟ من ماما. عادل، عادل، عادل. صباح الخير يا حبيبتي. الله، ايه ده؟ الوردة دي عشاني؟ غريبة، على الرغم ان انا مصحياك قبل ميعادك بساعة يعني. حبيبتي انت مفروض ما تخلينيش انام خالص، انا بستخسر اي لحظة بعيشها بعيد عن عينيكي، يعني ليه انام وما اشوفكيش طول الوقت؟ الله، ايه الرومانسية الفظيعة والكلام الجامد الموت ده اللي ما سمعتوش من ايام شهر العسل، قصدي يعني اسبوع العسل. بمناسبة شهر العسل بقى، انا نويت اجدد لك شهر العسل، هسفرك سفرية العمر، هوديك على تايلاند وبعدين هوديك على الصين. يا سلام. وبعد الصين هنطلع على الهند، وبعد الهند نطلع على السند. وبعد السند نروح بلاد تركب الافيال. لا لغوا الافيال، بتكلفوا الدبل كتير، عشان كده بقوا يركبوا التوك توك. فظيعه، قوم احضر لك الفطار يا احلى زوج في الدنيا. حبيبتي مش عايزه اتعبك يعني. يا سلام، الواد هيثم فعلا كان عنده حق. اير بيزغرط، جورج بيزغرط، انتصار بتزغرط، انعام بتزغرط، الظابط بيشخر. دول انا بحب مصر قوي. دول هخطبها لك بعدين بعدين. الظابط نام، يلا بينا نهرب. يلا
معلش بقى ما تزعقش يا دول، اصل نقلقه في نومه يا عم. يا غبي احنا عايزينه زي ما هو نايم، احنا دي فرصتنا عشان نهرب يلو. ايه دولا؟ طب افرض صحي دلوقتي وما لقيناش؟ هيعرف ان احنا هربنا اول ما نثبت براءتنا ونشوف خياله وميكروباص ده، نبقى نيجي نصحيه ونجيبهم له. يلا طب نسيب له جواب. طيب يا دول امشي، ما تفكرش ما تفكر، اوعى تخبط في العسكري. الجهاز جبته اهو يا ماما، عايزين حاجه تاني؟ لا يا حبيبي. طيب الغدا جاهز يا رانيا؟ يا رانيا يا عادل يا عادل، اعمل ايه بس يا عادل؟ ما انا كنت بحاول اولع البابور، ما كانش عايز يولع. البابور مش عايز يولع ليه؟ انا مش جايب لك كل العده بتاعت البابور؟ اعمل ايه؟ ما كنتش عارفه اسلك البابور، مش عارفه اسلكه عادي يعني. مش عارفه تسلكيه ازاي؟ ما انا مش جايب لكم ابر وبابور يا جماعه. انا قلت لها يا رانيا اديله نفس من الكباس لغايه ما يطلع جاز، وحط بعد كده عود الكبريت هتلاقيه وهوج، لكن مراتك ما بتسمعش الكلام. يو 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 الفيونيا، الفيونيا هي اللي عطلانانا بقى في امي. فيونيا تيل اللي عطلانة ده يا جماعة؟ سهل جدا، موري الوابور وهاجي التاني وانتشي على طول. ماما هاتي الزهرة والبطاس من جنبك عشان مش قادرة اقوم، ركبي قفلت. حاضر حاضر، خدي مسكي. يا ابني يا ابني ايه ده؟ ايه الجلخ اللي على لياقة قميصك دي؟ عمالة تعطيها نصها مش عايز تنضف. وانا اعمل ايه اكتر من كده؟ ما انا حاطط منديل على الياقة، واعمل ايه اكتر من كده؟ وايه ده؟ ايه ده؟ استنى اوريك. ايه ده؟ شرباتك دي ريحتها زفره، وعماله ادعك فيها من الصبح برضه مش عايزه تنضف. خلاص هبقى البس صندل. يلا يا رانيا، رانيا حصلينا على اوضه النوم وجهزوا الاكل يا جماعه، جعان يا جماعه جعان. بابا خد صبر نفسك بالميه دي لحد ما الاكل يجهز. شكرا يا ياسمين يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه اللي في الميه ده؟ كنت هعمل ايه يعني؟ كان لازم احط الليمون عشان يسقع، حطيته في القله. شفت بقى مراتك الخايبه بوظت لنا القله الحيله. اوعي اوعي تقولي كده على بنوتي بعد كده يا اختي. يعني بصي انا بقول لك ايه، بنتي عمرها في حياتها ما بتبوظ حاجه، انتوا اللي بايظانين كلكم. ايه لا كارف لا كارف. بس خلاص بطلوا خناق، بطلوا خناق، هتهدفوا بعض بالبقى. وبعدين ها بالجاز وهحدف عليكم كلكم. خلاص رانيا حصلينا على الاوضه، مش نافع معاكم حاجه، حصلينا على الاوضه. الطرف الاخر بمشاعر غير اعتياديه تعبر عن ارتباطك الشديد به واستحاله الحياه بدونه. اي كلام اي كلام. افاجئ الطرف الاخر ايه يعني؟ اعمل لها ايه؟ افاجئها ازاي؟ افاجئها ماشي، لو هي دي الرومانسيه افاجئها. بقى ان الرومانسيه هبل. عيب يا ماما، انا ما اقول لك حاجه. اسمعي كلامي اتفضلي. لا خلينا عادي، روحي اقعدي. فضحتنا ولا فضيحه ولا حاجه، انت اتخضيتي اوفر اصلا. اقعدي اقعدي اقعدي. ايه رايك بقى في المكان الرومانسي الجميل ده؟ رومانسي رومانسي. طب خليهم يوتر مزيك شويه. خليهم يوتر مزيك. خدي بقى، خدي الورده دي تعبيرا مني عن رومانسيتي لديك. دي نخله يا ابني، وبعدين دي صناعي، خليها لك. صناعي؟ من فضلك سيب الورده في حالها وما تجيش جنبها. ليه حضرتك؟ دي ورده صناعي هتدبل يعني؟ طب يا ريت حضرتك الحساب. حسابي احنا لسه ما طلبناش حاجه اصلا. حسابي احاسب على حاجه لسه ما طلبتهاش. خلاص اهدى يا عادل بالراحه، من فضلك ما تفتحناش لو سمحت، احنا مش هنبدا الخناق. حاضر عشان الرومانسيه. اه حاضر. انا هطلب 2 ليمون كامل حساب لو سمحت. 150 جنيه بس. ايه 150 جنيه عشان 2 ليمون؟ انتوا بتستهبلوا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص يا عادل خلاص بقى. هو كيلو الليمون بكام اصلا بقى؟ انتوا حراميه. حراميه؟ المكان ده لمستوى معين من الناس، واحنا واضعين نظام هنا لازم تتبعه. يعني في منا متشارج 75 جنيه، واحنا حاطين النظام ده عشان امثالك ما يدخلهوش. عشان امثالي؟ سامع الكلام؟ لا لا لا، ده انت بقى مش هيسكت لكم بقى. اوعي 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 ما تخليش اضربك. اوعي ايدي. اضربها. هتعمل ايه يعني؟ ايه هتعمل ايه؟ ايه اللي هعمل ايه؟ هتتضرب يعني؟ هتتضرب ولا تعرف تعمل حاجه؟ ولا هعرف. طب انا بقى هفرجك شغلك. شغل ايه يا عم؟ وبعدين مش عيب عليك تبقى جايب الحته بتاعتك ومقعدها وعايش للدور وانت منفض؟ اخس اخس عليك اخس. الحته بتاعتي ايه يا حيوان؟ دي مراتي. مراتك؟ ما كلهم بيقولوا كده في الاول. لا لا لا، ده انت سافل بقى وقليل الادب. انا مش هرد عليك. مش هرد عليك. رانيا رانيا رانيا.
رانيا السلطة بقت رغبة عدوانية يا بيبي، وده هيخلي الناس تكرهك ومشين تخبوك المرة الجاي. حبيبتي بعد ما يشوفوا ان شاء الله بقى انجازاتي اكيد هينتخبوني. مالك بقيت عامل زي العيل الصغير لما صدق مسك لعبه ماسك فيها ومش عايز يسيبها كده ليه؟ انا حر ماسك في اللعبه ومش عايز اسيبها، عايزه حاجه؟ لا يا عادل، انت عمرك ما كنت كده وعمرك ما اذيت حد، الله الغني عن الحاجه اللي تخليك وحش قوي كده. وبعدين يا عادل، المنصب اللي انت عاوزه ده لازم يكون هو اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج له. منصب ومحتاج لك ومحتاج، يعني اساسا انتوا فاهمين انا فاهم انا بعمل ايه. ايوه انت عادل سعيد؟ ايوه انا عادل سعيد. خير؟ انا مرات المعلم ابو جبه. وانا مراته الثانيه. وانا بقى مرات المعلم زعزوع. قوي تحت امركم. خير؟ احنا عايزين ناخد حق جوازنا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ رمز وصل. السلام عليكم. ايوه كده. ازيك يالا رمزي؟ وحشتني يالا. ازيك يا دولا؟ وحشني يا دولا. ياه مصر وحشتني والجيزه وحشتني. ايوه كده، رجعني للهلس والغباوه. انا اتخنقت يالا. اتخنقت. اقعد يالا رمزي اقعد. وحشني يا دولا. والله وانت يا حمار. وايه كمان يا دولا؟ يا غبي يا جزمه. ربنا يخليك ليا يا دولا يا رب. تطلب ايه؟ تدفح ايه يعني؟ كوكتيل. بقولك ايه، ما استغلش بقى ان انت وحشتني وان انا بعت مخصوص عشان اجيبك من البلد. انت افيونت يالا. ربنا يخليك يا دول يا رب. بس قولي بقى اهم حاجة، يعني زي ما وعدتني كده هون في التليفون انك هتعالج سونيا على نفقة البازار؟ لا يا رمز، انا عمري وعدتك بحاجة وعملتها؟ لا. طب اشمعنى دي؟ بما ان انا المسؤول الاول عن البازار هصدر قرار بعلاج سونيا على نفقة البازار ان شاء الله. الله عليك يا دولا، ربنا يخليك يا رب. هو ده العشم والله يا دولا. وايه كمان فرحني؟ هخصم لك 9 ايام يالا. لا لا لا، ده كده كتير بقى يا دولا، كده كتير بقى. ربنا يكرمك يا رب يا دولا. بص براح، اشتم واخصم واعمل كل حاجه يا دولا، وحشتني ايام زمان قوي. وانت يالا يا رمزي كسر يالا وخسرني وبوظ البازار كله. ليك شوق يالا يا رمزي. ايه ايه ايه، ما تخافش وانا هضربك يالا. لا ده انا داخل كده على اساس احضنك. بص ليك شوق يالا يا رمزي. ربنا يخليك يا دولا يا رب. ربنا يخليك. فهمت؟ مامي فاكره الفيلم ده؟ ده فيلم مراهقون على الهويه. بلاش بقى الفيلم ده، الله يخليك. مراهقون على الهويه ايه؟ انت بنتك في سن مراهقه ومش عايزينها بقى تتعلم من الحاجات دي ومش عايزين مشاكل. مشكله ايه كفل الشر؟ مش عارفه مشكله ايه. البنت دلوقتي بتكبر والمخات بتاعتها بقت تكبر، يعني ممكن تراهق وتفكر بتفكير مش مظبوط. صح يا مامي، يعني احنا لو ما عرفناش نوجهها صح ممكن البنت تنهار وتضيع. انت ليه انت ومامتك عمالين تحدفوا دبش وطوب من الصبح؟ يعني ايه البنت الطيبه الغلبانه دي تضيع؟ والله انا مش عارفه ايه اللي فكركم بياسمين دلوقتي. ياسمين العقله الكامله يا ماما. مش لاقيين حاجه يلقوا ويعجنوا فيها، عمالين يقطعوا فروه البنت الغلبانه. يا بنتي انت بتتكلمي في فروه ايه اصلا؟ انا اصلا ما قطعش فروه بنتي. بنتي ما عندهاش فروه في راسها اساسا. احنا كل الموضوع ان احنا بنعمل شويه احتياطيات. بلاش كلام فارغ، البنت كويسة واطمني عليها، دي عاقلة وكاملة. قولي لهم يا ماما. ياسمين جت اهي. يا حياتي وحشتيني. تعالي الصوره ده. اهلا. مساء الخير. مساء النور. وحشتيني قوي. قولي النهارده عملتي ايه في المدرسة؟ مامي انا عايزة اخد رأيك في موضوع. قولي. انا طلبت من واحد زميلي ان هو يجي يذاكر معايا هنا، ايه رأيكم؟ برافو ياسمين، برافو. رايح اجيب الدب من ديله وان ما لقيتلوش ديل راح. ازيك يا عم رمزي؟ ياسمين حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ هو فين بابا؟ بيريح شويه في التابوت اللي جوه. منك لله على دي شوره. ايه ياسمين؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ في حد في البيت جراله حاجه؟ حد مات؟ لا يا بابا محدش مات، ده انا كنت عايزك في حاجه خاصه. حاجه خاصه؟ بنت جاي لها عريس ولا ايه؟ الف مبروك يا عريس. عريس يعني هبقى انا العريس؟ وايه يا ياسمين يا حبيبتي بقى الحاجه الخاصه اللي انت عايزاني فيها؟ الموضوع متعلق بواحد زميلي في المدرسه. واحد زميلك؟ يعني طيب انت زميلك اللي في المدرسه ده ظروفه ايه؟ ده اشطر واحد في المدرسه. ايوه بس ياسمين يعني مش شايفه ان الموضوع ده لسه بدري عليه؟ لا يا بابا ما ينفعش اجل اكتر من كده. ما ينفعش اجل يعني؟ طب هو عنده شقه؟ لا ما هو هيجي عندنا. يجي عندنا في ايه؟ هو البيت هيستحمل مين ولا مين؟ يا بابا
اقفل الندل الجبان الواطي، انا مش هسكت ابدا. ادي اخر تربيتك يا سدوله. بس يا جزمه مش ذنبي، ده انا اللي مش بذاكر كويس. مش بتذاكري؟ انت بتتكلمي على ايه بالظبط يا ياسمين؟ عندي مين اللي في المدرسه اللي هيجي يذاكر لي عربي في البيت عندنا؟ عربي؟ يا وهو ده بقى الموضوع الخاص اللي انت عايزاني فيه؟ اه يا بابا، امال حضرتك فاكر ايه؟ يا ستي بابا كان فاكر ان الواد ده فاكر ايه؟ ايه انت هتشرح لها ولا ايه؟ لا مش عايزك تتكلم خالص. ماشي الاسم خالص. بص يا ياسمين، طبعا ما ينفعش انك انت تجيبي زميلك اللي في المدرسه ده تمشي بيه في الشارع وتطلعوا بيه في العماره قدام السكان وتقعدي في البيت وتزغل. لا 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 لا، ما ينفعش خالص، انا عندي نخوه. ايه ده، انا ما اعرفش اننا بنبيع نخوه هنا. لا نخوه دي في المخزن. نو 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 نو، مش مش دوله ست. ها بص يا ياسمين، ماما رايها ايه في الموضوع ده؟ هي موافقه بس قالت لي اخد راي حضرتك الاول. هو عنده راي اصلا؟ اوت. ياسمين لو ماما فعلا بتقول لك تاخدي رايي، انا داخله اوضتي. ايه ياسمين؟ ياسمين عادل، على فكره اللي انت عملته ده ما يصحش خالص. ده انتوا عاملين رباطيه عليا بقى، وانا اقول ايه الاستقبال الشعبي ده؟ ما انت كمان ما تزودهاش. لو سمحتي ما حدش يتدخل في تربيه البنتي. عادل عنده حق. ايه عادل عنده حق؟ عادل عنده حق. عادل الكلام اللي بيقوله ده كان ممكن يحصل من 50 سنه مش دلوقتي. حماتي بعد اذنك يا حماتي، انا راجل البيت والكلمه اللي انا اقولها هي اللي تمشي. يا عادل لو انت كل يوم بتروح المدرسه زيي وبتشوف اللي بيحصل في المدارس كنت تقعد تتناقش مع بنتك بهدوء. مظبوط، علشان البنت تكسب ثقة فينا. ايوه رانيا عندها حق. يا ماما مرة انا عندي حق ومرة رانيا عندها حق، ما ترسلك على حاجة يا ماما. يا عادل انا رأياتي ان البنت دي لازم تعمل كل حاجة قدام عيناتنا احنا عشان نعرف اذا كانت بتعمل حاجات صح او حاجات غلط. مظبوط مامي كلامها صح، يعني البنت لما تقعد تذاكر مع صاحبها قدام عينينا سايكولوجيا احسن بكتير اي ما تدينا ظهرها وتقعد تذاكر من ورانا. ايه اللي تذاكر من ورانا وتدينا ظهرها؟ رانيا لو سمحتي اتكلمي على ياسمين بشكل كويس. عادل من فضلك، مراتك صحيح هبلة لكن المرة دي بتتكلم صح. بتتكلم صح ايه؟ يا جماعة افهموني كويس، انا عايز اعمل ايه؟ عايز ابعد الكبريت عن الجهاز. يا بيبي الكبريت موجود في كل حتة هتروح يا ياسمين، يعني هي لو راحت في كل حتة هتلاقي تقريبا مليون كبريت. مليون كبريت؟ يا نهار، ده كده هتولع فينا كلنا. ولعت ايه يا ابو ولع انت؟ انت محدش عاجبك وكل اللي يكلمك الكلام مش عاجبك؟ انت كده بتبوظ مش بتحافظ يا عادل. ايوه سناء عندها حق. ياسمين يا حبيبتي انا فكرت في الموضوع اللي انت كلمتيني فيه، وغير كده كمان كأب ديمقراطي في بيت ديمقراطي اخدت اراء الاخرين كلهم، وصراحه لقيت يعني مفيش مشكله خالص ان انت تجيبي صاحبك ده يقعد يذاكر معاك هنا في البيت. ما تفتكريش عشان انت دخلت الاوضه وغضبانه مني انا وافقت، لا طز فيكي. لكن انا صراحه لما هم ضغطوا عليا اضطريت ان انا وافق، اقتنعت يعني. ياسمين يا حبيبتي بابي ما يستاهلش مني كلمة ميرسي؟ ميرسي يا بابا. لا مش عارف، حاسس كده بتقوليها من غير نفس. ميرسي يا بابا كده بنفس؟ ماشي ماشي. عموما الواد ده عشان بابا ما اسموش الواد، اسمه البوش. البوشي؟ يا نهار اسوح، ده اسمه الواحد يخليني ارفض انه يدخل بيتي. خلاص يا عادل عديها، يعني مش عارف عندي اسم الولد، يمكن الولد يطلع كويس، ما تحكمش عليه من اسمه. طيب عموما يعني انا ليا شروط. وايه هي شروط حضرتك؟ شروط يا ستي، اول حاجه ان انتوا هتذاكروا على ترابيزه السفره بره، ما تذاكروش هنا. حاضر. تاني حاجه بقى، مده المذاكره دي هتبقى لساعه واحده بس في اليوم. ما ينفعش يا بابا. ياسمين بصي يا حبيبتي، احنا نمشيها ساعه في الاول لحد ما بابي يشوف الولد، ولو طلع ولد كويس يبقوا ساعتين ثلاثه. اوكي. ده كتير قوي يا عادل. لا 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 مش كتير لو سمحتي، انا عندي شروط والشروط دي لازم تتنفذ عشان اوافق الولد يدخل. طب اتفضل قول شروطك. من شروطي، دي شروط مهمه جدا برضو، ان الولد لازم اشوفه الاول على انفراد قعده طويله بيني وبينه، افهم دماغه قبل ما ادخله بيتي في وسط اهلي وفي وسط كم الستات اللي موجودين هنا. اللي لا بص انت لازم تفهم النظام هنا، انا اللي اسال وانت اللي تجاوب. ليه؟ وحضرتك ظابط مباحث؟ باين عليا الهيبه طبعا صح؟ حضرتك عمال تسال، ده انا وانا اللي جاي اتجوز بنتك. ولا احترم نفسك هلا. يا عمي يا عمي عمد دبب ياض. يا انكل لاحظ ان حضرتك عمال تغلط،
وانا بعديلك. تعديلي هتعمل لي ايه؟ هتقوم تاخدني على مين يا قد ما تيجي تاخدني على مين يا؟ تضرب دولة حبيبي ابن عمي؟ لا بقول لك ايه، ده انا معايا الحزام المخطط في الكاراتيه. ولا الله لا يسيئك يا رمزي، اسكت بقى. ما هي دولة ما... اوت 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 يا بابا، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ اسكت انت يا ياسمين، اما الرجاله تتكلم البنات تسكت خالص. حاضر، ما تخافيش يا ياسمين، انا هجيب لك حقك. تجيب لها حقها منين يا؟ لاحظ ان انت الغريب اللي في وسطينا، ولو انت كنت فاكر نفسك انك انت مثبت البيت، لا دي بنتي، يعني انا مربيها كويس قوي. لعلمك بقى دي توديك البحر وترجعك عطشان. يا بابا لاحظ ان احنا اللي محتاجين له، يعني كارتر خيره ان هو جاي يذاكر لي. كارتر خيره؟ خدمه انسانيه وحياتك يا اونكل. واد انا مش مسرح لك يا قط، انت شكلك كده مبصبصات يا هلا. عيب يا عمو. ولا احترم نفسك يا هلا. يا بابا بقى. ماشي ماشي، بص يا هلا، انت هتيجي تذاكر لبنتي ماشي؟ هتقعد تذاكر بادبك، بصه كده ولا حركه كده انت حر. هفرومك يا قط، هفرومك. ويا انا انت يا بوشي. عارفه الجمله الفعليه بتتكون من فعل وفعل ومفعول به. في حاجه يا عمو؟ لا ابدا، انا اصلي كنت ماشي كده فقلت. وماشي جايه من فعل يمشي، ويمشي عباره عن فعل مضارع. على فكره يا ياسمين، انا ممكن اشرح لك اي حاجه في العربي زي ما انت عايزه يعني، والواد ده يمشي بقى يغور من هنا خالص. اولاد، ها اخبار الشرح ايه يا ياسمين؟ صعبه قوي يا ماما. طب حبيبتي بصي، احنا هنقعد جنبك هنا لو احتجتي حاجه، انت هنا. تعالى تعالى. ايه عادل اللي انت بتعمله ده؟ حرام عليك، في حد يعمل كده؟ رانيا انا صراحه مش مستريح للي بيحصل ده يعني. وبعدين يعني في الوقت اللي احنا نحتاج اهلك واهلي فيه، ما نلاقيش فيهم حد موجود. اللي بيحصل ده عادي جدا يا عادل، عادي. عادي ازاي بس؟ هشوف انا بقى حكايه التليفون ده، عايز اعمل مكالمه مهمه جدا. المبتدا والخبر بيترفعوا قدام، وممكن الخبر نقدمه على المبتدا. في ايه تاني يا بابا؟ مفيش، انا اصلي بعمل مكالمه مهمه، والحته دي الوحيده اللي جنب الشباك اللي فيها ارسال في الشقه يعني. يا سلام، انا بتكلم في الموبايل في اي حته في الشقه يعني. ايه بس يعني المره دي الوضع مختلف. لا يا ولاد يا ولاد، اعمل لكم حاجه تاكلوها؟ طب يا حبايبي الطيب، فضحتنا، حرام عليك جرستنا، انت عايز مني ايه؟ يا رانيا انا مش مستوعب. بقول لك ايه؟ ايه اقصى حاجه ممكن تحصل لو الولد ده ما شرحش لياسمين؟ ولا اي حاجه، ولا تضايق نفسك، بنتك هتسقط. تسقط؟ طيب. رايح فين تاني؟ إيه رايح الحمام؟ ايه وضع طبيعي ان الانسان يروح الحمام عادي؟ والجار والمجرور مكانهم في اي حته في الجمله، في الاول في الاخر. عايز حاجه يا عم؟ لا ابدا مفيش، انا اصل كنت معدي كده يعني، فقلت اشوف العربي اللي انتوا بتذاكروه لها ده، لان انا فعلا محتاج يعني ادرس شويه عربي، لان انا ضعيف شويه في العربي يعني. بابا على فكره كده حضرتك بتشتتني. اشتتك ايه بس واعمل ايه؟ لعلمك اللي انت بتذاكريه ده كلام فارغ بالنسبه لي، انا ممكن اشرحه لك بصباع رجلي يا ماما، العربي ده اسهل حاجه. حضرتك شايف انك شاطر قوي في العربي؟ شاطر في العربي يا ماما؟ العربي يعني انا، يعني العربي انا اللي مخترع، يعني مش مخترع يعني، انا افهم اي حاجه عربي. طالما حضرتك ضليع قوي كده في العربي، قول لي جمع المؤنث السالم بيتنسب بايه؟ تاني عبيط يا قد، اي حاجه في الدنيا بتتنسب بالفتحه. غلط يا بابا، دي الحاجه الوحيده اللي بتتنسب بالكسر. ايه ده، غيروها ولا ايه؟ بصراحه كده يا ياسمين انا اتخنقت منك، ابوكي ده راجل ممل وجربطه. انا جربطه يا قد؟ انت سامعه الواد بيقول ايه وانت قاعده ساكته يا ياسمين؟ انت اللي استفزيته يا بابا، وكمان بتدافع عنه. طب بصي خلاص، مفيش درس، مفيش حصه، والدرس خلص والجرس ضرب، وقوم يلا اطلع بره. يلا بتطردني من بيتك يا عمو؟ بطردك من بيتي بره، اطلع بره. الكرافطه يا قد. شوف المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه ايه؟ في ايه؟ المنتخب اتغلب ولا ايه؟ منتخب ايه؟ اتفضل. ايه دي كمبياله؟ شهاده بنتك الفالحه ياسمين. الشهاده بتاعتي حلو حلو حلو. حلوه ايه؟ عادل ما تبص على الدرجات اللي فيها. مالها الدرجات؟ ما هي ناجحه ايه وزي الفل الحمد لله. شوف درجه العربي يا عادل 29 من 50. طيب يا ماما ما ناجحه هي يا ماما. ناجحه بس مش متفوقه.
ايوه يعني عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ يعني بصي انا عايز اقول لك حاجه يا رانيا، لازم نبقى قنوعين، القناعه كنز لا يفنى، لازم نرضى بنصيبنا يا ماما. عادل على فكره انت سلبي جدا، انت كان في ايدك كل الحاجات اللي في دينا اللي تخلي بنتك تتغلب عن معوقات الدراسه. قصدك ايه؟ ان انا اجيب لها الواد المبصبصاتي ده يذاكر لها تاني؟ اه بقى، ويا تلحقها يا ما تلحقهاش. تفتكر الموضوع خطير قوي للدرجه دي؟ اه يا عادل، بص بقى انا خدت نمره الولد وهطلعه لك اهو، وهسيبك انت وضميرك يا عادل، انت وضميرك. خد اديني قدام الامر الواقع يعني. ماشي ماشي. الو الفوشي موجود؟ التوشي السوشي يا البوشي. ايه يا بوشي؟ ايه يا حبيبي. ايوه انا عمو عادل سعيد بابا ياسمين. قفل السكه الفوشي. معلش يا عادل، معلش يا حبيبي، عشان خاطري، عشان خاطر بنتك ياسمين كلمه تاني. عشان خاطرك ايه؟ مش هكلمه تاني، والواد ده مش هيدخل البيت ده طول ما انا عايش. سالتك يا صخرة الملتقى الشعر الرومانسي زي ما انت عارفه. الحقي بيقول لها شعر رومانسي. وفيها ايه عادل؟ ما بشرح لها قصيده جوه المنهج يا حبيبي. فيها ايه؟ ايه ما هو المنهج مليان قصايد، اشمعنى القصيده دي اللي اختارها عشان اشرحها لها؟ ده انت فظيع. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ ما تخافيش ما تخافيش، هتكلم معاهم بهدوء يعني عادي، ما فيش حاجه يعني، دي بنتي برضو. سلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقعد معاكم شويه ولا ايه؟ خير؟ لا خير ان شاء الله، انا اصلي سمعتكم بتقولوا قصايد وكده يعني، مش هعمل لكم اي ازعاج، انا معاكم يعني. اتفضلوا اتفضلوا. بابا ما تخافيش طبعا، بجد مش هعمل اي دوشه خالص. وبعدين انتوا ما دام بتتكلموا في شعر، انت عارفه ان باباكي شاعر قديم يعني الحمد لله. وحضرتك تخصص انهي نوع في الشعر؟ لا كله، انا كل الاشعار بشتغلها يعني، فحت وردم يعني. هو بيسأل حضرتك الشعر اللي انت بتكتبه تبع انهي مدرسة؟ مدرسة صغير مش فاهم يعني، الشعر ملوش دعوة بالمدارس يعني. المدرسة اللي هي تبع كنت النقراش الثانوية العسكرية. ممكن نكمل؟ طبعا كملوا يا حبيبتي. دي قصيدة ايه دي؟ ما هو انت تتكلم يا انا اتكلم، حاجة من الاتنين. انا اتكلم طبعا. اوكي اوكي. ممكن بقى حضرتك تسمعنا حاجة من أشعارك؟ قوي حابب يعني تسمع حاجة من أشعاري قوي يا حبيبي طبعا. هسمعكم جزء من آخر قصيدة أنا كتبتها، هسمعكم المطلع بس عشان ما أطولش عليكم. القصيدة بتقول أنت يلي تملي يا حلاوتك يا حلولي. مش ممكن يا عم، إيه الجمال ده؟ ربنا يكرمك يا ابن، عجبتك بجد؟ لعلمك انا عامل كشكول كده هو بكتب فيه كل القصايد اول باول، اروح اجيبه لك واسمعك منه. والله انت واد هايل على فكره ياسمين، انت هتستفيدي منه جامد جدا. ثانيه واحده ثانيه واحده، اروح اجيب القصيده دي واجي على طول. انت ليه عملت كده؟ هو اللي اضطرني اعمل كده. انا ما اسمحلكش تقول على البابا كده. دي طالعه له بقى، انا قلت لما اسمع شعره لهبل ومجد فيه شويه حل عن سماه. يا جبال يا ند، زهرت على حياتك. فعلا يا بابا، ما ينفعش اصلا اجيب حد يذاكر معايا هنا. ياسمين لو سمحتي قبل ما تاخدي القرار فكري الاول. هي فكرت فكرت وقررت وخلاص، الولد ده ملوش قاعده معانا في البيت هنا. اطلع بره يالا، اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. مفيش مكان اهدى من كده هو نقدر نتكلم فيه براحتنا. بص يا بيبي، احنا جايين النهارده عشان نحط النقط فوق الحروف. ماشي ماشي، انا بقى هحط النقط فوق الحروف. الولد ده انا مش طايقه خالص. في حاجة بالتحديد يا بابا مزعلاك منه؟ حاجة واحدة ده ميت. لا هزعل منه ليه؟ هزعل منه ليه؟ عادي ده طفل يعني. وبعدين يا أنكل أنا لغي من دماغي أي تفكير عاطفي في الفترة دي. يعني البنت يعني مش هتعكسها ولا أتكلمها ولا حاجة من دي؟ بص يا بابا، هو قالي لما يكبر إن هو عايز يتجوز عارضة أزياء. ها؟ اطمنت بقى بيولوجيا ونفسيا. سيب بقى الأولاد يا عادل يركزوا كده وينهالوا من المرأة بالعلم عشان يحققوا المستوى المرجو منهم. بصي بعيدا عن الكلام اللي أنا مش فاهمه ده، أنا فاهم حاجة واحدة بس، إن الواد ده ما يخشش بيتي طول ما أنا عايش. بوش يا حبيبي، تحب تتعشى قبل ما تروح؟ لا يا أم، هاكل عندنا. ليه؟ الاكل بتاع طنطو بتاع الغدا ما عجبكش ولا ايه؟ ده بيقول يا بابا ان هو كان هياكل صوابع وراه وبيشكر ماما على الاكل الجميل ده. طيب يا حبيبي بص انا هبقى اوصلك انا يا حبيبي عشان الوقت اتاخر. ماما قالت لي هتعدي عليا تاخدني، زمانها جاي اكيد هي.
خير. اهلا. اتفضلي تعالي. يا ترى الولاد خلصوا مذاكره؟ عادل تعالى سلم ماما بوشي. اهلا وسهلا فندم، فرصة سعيدة خالص. أنا زي ما كنت شفت حضرتك قبل كده. والله وحضرتك شكلك مش غريب عليا. سلوى نجاري؟ لا لا مش ممكن، عادل سعيد. ازيك يا سلوى، عاملة ايه؟ أهلا. أخبارك ايه؟ عادل سعيد. شكلكم تعرفوا بعض من زمان. يعني من زمان، والغريبة بقى كمان يعني يا سلوى فعلا سبحان الله، يعني ان ابنك وبنتي الدنيا تجمعهم مع بعض دون صغيرة فعلا زي ما كنت انا وانتي زمان، فاكرة؟ تخيل. لا والمهم بقى ان انا شايفة ان مستوى الاولاد اتحسن جدا. طبعا طبعا، لا اتحسن جامد. ماما لو سمحت ما تقفيش تتكلمي مع راجل غريب. يا بوش يا حبيبي انا مش غريب، انا وماما كنا زمان. زمان ده انتهى، احنا دلوقتي. وبعدين يا بوشي ازاي تتكلم كده؟ تعال هنا. الراجل ده شكله مزوزاتي. بصبصاتي؟ ايه الكلمه الغريبه دي، جبتها منين؟ الحق يا سلوى بصي ابنك بيقول ايه. انا اسفه يا عادل، انا مش عارفه ايه اللي جرى له النهارده. يا عم لو سمحت كلامك توجهولي انا مش لماما. يا حبيبي انا وماما اساسا كنا اصدقاء جامدين جدا. غلطه مش هتتكرر تاني. يا ولد ايه اللي جرى لك النهارده؟ ازاي تتكلم كده؟ معلش يا جماعه، صلوا على النبي، ده ابنك برضه يا سلوى على طول عصبيه كده. يلا ماما دلوقتي ونبقى تتحاسب في البيت. هتتحاسبوا في البيت؟ طب اشربوا حاجه الاول يا سلوى. لا بس احنا مستعجلين واحنا اصلا ما عندناش حاجه تتشرب يا بابا. يا رانيا اتفضلي يا سلوى اتفضلي. لا ابدا، ده انا سعيد والله اشوفك جدا. مع السلامه. تريسه زعلانه مني ولا ايه رانيا؟ طب انا اعمل ايه يا رانيا؟ يعني انا فوجئت اساسا، وانا كنت اعرف الست دي قبل ما تيجي يعني. وبعدين انت مش كنت اساسا بتنادي بالصداقه بين الجنسين؟ انا قلت كده. بس انا قلت اصدقاء لما يبقوا اطفال مش يبقوا كبار وفارعين في الطول. طب ونعمل ايه؟ ما احنا كنا اصدقاء انا وهي لما كنا اطفال، وبعدين كبرنا وبقينا فارعين بالطول، يعني دي حاجه مش بايدي يعني. رانيا ما تزعليش مني بقى رانيا، وبعدين انا اعمل ايه يعني؟ بصي خلاص، انسي الولد ده وانسي امه خالص. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ معرفش، انا ماليش دعوه، بنتك اتصرف انت معاه. ماشي. ياسمين بقى محتاجة كام حصة في الأسبوع؟ محتاجة 3 حصص في الأسبوع ب50 جنيه عادل. طيب يعني أدي 150 جنيه في الأسبوع، يعني في الشهر محتاجة لها بتاع 600 جنيه مش كده؟ عادل مش حاسس أنت بقيت رغاية قوي اليومين دول، كنا بنتكلم على الفلوس ولا حاجة، إيه المشكلة يعني؟ المشكلة في 600 جنيه كل أسبوع؟ ده غير أكلك وغير شربك وغير ماما وغير أمك وغير أختك وغير أختك. خلاص أنا هجيب المصاريف دي كلها منين؟ خلاص ما توترش نفسك، أنا أقول لك على حاجة جامدة جدا بقى، أنت تجيب الواد بوشي ده عندك في البازار يدي لك انت الدروس، وتيجي انت بقى على ياسمين تقوم عامل كده بقى ايه عزنك انت بقى اللي بتشرح لها، وتبدا تشرح لها بقى. يا بنت الايه، انت اول مره تقولي فكره كويسه. يعني هو البوشي يجي لي انا البازار يشرح لي، وبعدين اللي هشرحه لي اجي انا اشرحه لياسمين من غير ما هي تعرف ان هو جه شرح. برافو عليك برافو عليك، انا هعمل كده فعلا. بس افرضي مثلا البوشي ده وهو جاي لي او هو ماشي من عندي مامته جت توصله او تاخده، اعمل انا ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه، كلها حاجات بسيطه جدا. قوم انت حياتك مدور وشك الناحيه التانية يا عادل كده، ايه وسايب امه قاعده معاك بقى ايه تعمل اللي هي عايزاه يا عادل. يعني ايه مش هبص لها؟ سايب الشغل وقاعد بتلعب؟ يالا ما انت طبعا الشغل مش على بالك. ايه دول؟ ده انا بص، ده انا لسه غالب نفسي دلوقتي دور، انما ايه سقع يا تغالب نفسك ايه؟ سايب الشغل وقاعد بتلعب يالا، يا ما تشوف شغلك يالا. لا شغل ايه دول بقى، ما الشغل مريح يا دولة. مريح؟ لا فعلا فعلا مريح، ده احنا بقالنا اشوف كام جزء لغايه دلوقتي ما بعناش تمثال واحد. منك لله منك لله. يا دولة والله بص بقى، فانا قلت بقى بدل ما انا اريح انا كمان كده وانا اشغل مخي. شغل مخك؟ اوعالة تعمل حاجة زي كده، يخرب بيتك انت عايز تموت يالا. ايه ده ليه دولة؟ الواد فتلة هو اللي قال لي كده، هو ان الواد الحيوان ده كان عايز يبوظني؟ يا ابني انت اساسا، وبعدين ايه اللي بتلعبه ده؟ انت موقف العسكري فوق الطابية ليه يالا؟ ما كان هياكل. ولا اوعى تسمع كلام حد يالا وتشغل مخك يالا، ده انت تموت على طول. لا دولة بجد لا شيل دولة، شيل البتاع الطاولة دي من قدام عينيا. ده انا ايه ده؟ انا مشيت ورا خطوات الشيطان. الطاولة من الصبح وعمال بتلعب وفاكرها طاولة؟ يهبل يهبل.
اهبل دي دوما انا اهبل. شيل شيل ده انا كنت هروح في شرب الكازوزه. روح في شرب الكازوزه صح صح. شيل واوعى تعمل كده تاني يلا. على الاقل تشوف الشغل اللي انت بتشتغلوش ده تعمل حاجه مفيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ايها المؤمنون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله. زبون يا دول زبون. اهلا وسهلا تحت امر. انا يا ابني عمك زغلول الدافع. عمي زغلول؟ انا ابويا ما قاليش ابدا ان عنده اخ اسمه زغلول. عموما اهلا وسهلا تحت امر. اهلا بيك يا ابني. قل لي يا ابني انت ما عملتش خير من امتى؟ عموما لو حضرتك عايز اي بضاعه انا تحت امرك يعني وههاودك في الساعه. انا مش عايز حاجه ليا انا عايز لده. الصندوق ده هو اللي عايز مسمارين ولا ايه؟ دوله هو ده صندوق الدنيا؟ اخرس انت يلا ما نشوف الصندوق عايز ايه. عايز ايه صندوق؟ ده صندوق الخير. عايزك تطلع اي حاجه من جيبك لله وان شاء الله ربنا هيكتب لك بيها ثواب. والله يا عم زغلول انت اللي تكسب فيا ثواب لو مديت ايدك في الصندوق ده واديتني اي حاجه. الحاله مريحه زي ما انت شايف اهو. حاشا لله يا ابني حاشا لله. ده المبلغ ده احنا بنلمه علشان اجره الحنوتي. في واحد مات النهارده الصبح لمينا 1000 جنيه وفاضل 500. 1500 جنيه اجره حنوتي ليه؟ 1500 ده وافق عليهم بالعافيه. هو في حد لاقي حنوتيه اليومين دول؟ ليه يعني بيعمل ايه الحنوتي ده؟ هو يا دوبك يحفر ويردم وخلاص. يا دولا يمكن ال 1500 ده اللي هما تدولا اشتراك للعيله مش لواحد بس. يا دولا ده لنفر واحد. نفر واحد ده وافق بالعافيه جرست عليه بالتليفون لحد ما رضي بال 1500 جنيه دول. ايه ده حنوتي عامل دعايه؟ حنوتي الامل. امل ايه بقى يعني؟ وبعدين في حد يعمل دعايه وبالعربي وبالانجليزي كمان؟ يا ابن الحنوتيه دلوقتي بقى عمله نادره. ده بالحجز. بالحج زي الفرح بالظبط. حجز ايه يعني؟ انا مثلا يجيلي شويه انفلونزا احجز عند حنوتي اذ ربما؟ اه يا دولا. وبعدين العربون بقى لما تخف يقوم واخده بقى يقول لك دي الحلاوه. احمد ربنا انك عايش. خلصني بقى يلا طلع الفلوس وحطها في الصندوق عشان نخلص. حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي. حط الصندوق هنا يا ابني. اتفضل يا سيدي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ منش فريق من الصبح وفي الاخر تدفع 5 جنيه يا ساتر. طب بلاش هات هات هات. احسن من عينيك. اسكت. ده انت ربنا هيفقرك كمان وكمان ومش زبون هيدخل لك ان شاء الله. شيل يا الصندوق ده فيه يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تبرعوا لدفن المؤمن يا اخوان. تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان. تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان. صدق يالا يا رمزي فكره. فكرة ايه دول؟ اروح الحق واخد الخمسة جنيه؟ لا 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 لا. فكرة شغلة الحنوتي. والله ممكن ممكن جدا. وبعدين بالنسبة للصنعة نفسها معانا الكارت بتاع الحنوتة اهو نكلمه ونفهم منه الصنعة كما ينبغي. الله يا دولا. طب بص بقى ابوس ايدك يا دولا علشان خاطري. ها علشان خاطري عايز اشتغل معاك مساعد حنوت يا دولا. انا عايز ابقى جنبك على طول. بص انا زهقت من البازار دون وما بقاش ياكل عيش. البازار نفسه هو اللي زهق منك يا ابني. انت طبعا هتبقى معايا مساعد مش دي القضيه. المشكله كلها بقى في البيت عندي اقنعهم ازاي. رانيا مسافره مفيش قضيه. لكن بقى ماما واختي ودول هقول من ايدي ترم عظمك وترجعك 10 سنين ورا. يا ماما انا واكل طبق كامل لغايه دلوقتي لوحدي. ده انا خلاص بقيت قرب الشوربه. خلاص ادي الشوربه لحماتك. هي اولى ترجع مرشدين لورا 10 سنين هم ينفعوها. يو 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 انت مالك ومال حماته؟ مش معقول غيظاكي في ايه؟ حماته زي القمر اهو. طبعا زي القمر. يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا يعني مش قادر اصبر لغايه ما اقول لكم. انا صراحه جالي شغلانه جديده. قولوا لي ايه هي؟ هتشتغل في اوتيل كبير قوي 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 5 نجوم وفي الاستقبال صح؟ هو صراحه يعني يا ماما مش الاستقبال هو الوداع يعني. ده شفت بقى؟ يبقى انت هتشتغل في شركه طيران كمضيف تودع الناس. لا طيران يعني جو وبتاع. لا انا شغلتي عكس الجو. انا في الارض تحت الارض يعني صراحه. يبقى هتشتغل في مترو الانفاق. طب قول لي بقى هتقف في انهي محطه عشان اجي اقطع منك تذاكر؟ وصراحه يا سناء هتبقى المحطه الاخيره وما اتمناش ان انت تجيلي يعني. يبقى انت اكيد هتشتغل في وزاره الاثار وتحفر بقى وتطلع الاثار صح؟ هو انا يعني شغلانه فيها حفره بس ما بطلعش. انا بحطه واردم يعني. يا ابني ما تقول هي فزوره. هي شغلانه اكسب فيها في اليوم 1500 جنيه. مش في اليوم تحديدا يعني في الحته. ممكن يبقى في اليوم حتتين ثلاثه كده يعني. عم الامور عم اللطيف خلص وقول الشغلانه ايه. قطعت نفسنا. برافو عليك يا سناء. الشغلانه فعلا ليها علاقه بعمليه قطع النفس دي. الله ما تقول يا ابني قلقتنا. صراحه يا جماعه انا هشتغل حنوتي. يا ماما يا ماما انت جننت يا عادل. انت عارف انت
بتقول ايه؟ ايوه حماتي، عارف قلت ايه؟ حنوتي. ايه يا خبر اسود، لا تكون الشرب اثرت على دماغه. لا يا ماما ما اثرتش على دماغي ولا حاجه، انا هشتغل حنوتي. ايه ده يعني ايه حنوتي دي؟ فجاه هتشتغل حنوتي؟ فجاه لقيت جواك موهبه كامنه اسمها حنوتي فقررت تشتغل حنوتي؟ يا جماعه افهموني كويس، الشغلانه دي مكسبها كويس جدا يا جماعه، ده لعلمكم بقى الحنوتي ده بيكسب اكتر من الدكتور نفسه. جميل جميل يا عادل، انت مش فاهم انت بتقول ايه، انت كده هتدفن احلاماتنا بالحياتوس. يا جماعه دي شغلتي، الدفن ده حاجه سهله جدا وبسيطه قوي يا حماتي، انتوا قلقانين من ايه يا ابني؟ ده فال وحش، فال نحس يجيب النحس للبيت. يا جماعه انا خلاص خدت قراري الحمد لله، وضع طبيعي والتطور الطبيعي للبني ادمين ان هم يموتوا، اما يموتوا هنعمل لهم ايه؟ ما لازم ندفنهم، مين اللي هيدفنهم؟ انا بقى ان شاء الله. يعني انا دلوقتي اقول لاصحابي ايه؟ اقول لهم ايه؟ طيب انت على فكره لو اشتغلت حنوسي انا ممكن اروح فيها. بس كده ضمننا اول زبون. صباح خير. ايه مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ في ايه؟ بقول لك ايه يا عادل، لو انت مصر انك تشتغل الشغلانه الغريبه بتاعتك دي يبقى في نظام في البيت جديد هيتطبق عليك. وايه النظام بقى يا هانم؟ هتنيموني في بير السلم ولا ايه؟ مثلا يعني مثلا لو عاوز تفطر هتفطر لوحدك هناك على الترابيزه دي. ايه ده ايه ده؟ افطر لوحدي يعني ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا عندي جرب ولا يعني بهرش يعني؟ اللي ما تعرفوش ان ده كلامنا كلنا مش كلام سناء لوحدها. كلكم ماشي يا ماما. عموما بقى لما الفلوس تجري في ايدي جري كده وهتتحايلوا عليا عشان تقعدوا معايا على الترابيزه المنفرده دي وانا اللي هرفض. نو شيري جامي يا حبيبي، انا لا يمكن لا يمكن اقعد اكل مع واحد حنوتي زيك يعني. حنوتي؟ ماله الحنوتي؟ فيها حماتي، والحنوتي ده مش بني ادم زينا عادي يعني. بص بقى علشان ما نتخانقش انا وانت ونقول ايه وقال، انا هتفرج على التلفزيون. افتحي التلفزيون يا بنتي. ايه الحياه حلوه دي؟ ايه الفال الوحش على الصبح؟ اقفلي اقفلي. ايه هنقعد نسمع الحياه حلوه؟ لا يا اخوانا ده ضد شغلتي. ها رمزي، ها عملت ايه؟ اتفقت مع الراجل؟ ماشي كويس. طيب انا هجي لكم على الكافيه. ايوه يا ابني هجهز واجي لك على طول. يلا سلام سلام سلام. ها رايح الكافيه على الصبح ليه؟ في واحد مات وجابوا لك خبره؟ لا حضرتك، في حنوتي هيجي يعلمني اصول الشغلانه. يلا سلام. لا سلام ايه بقى؟ وحدوه. لا اله الا الله. اهلا اهلا وسهلا يا معلم خشبه، منور والله. اهلا يا استاذ عادل، احب اعرفك ده المساعد بتاعي علي العايش. وانا رمزي ابن عم دول حبيبي، حنوتي المستقبل ان شاء الله. بس بقى بس بقى، حضرتك تشرب ايه يا معلم انت والاستاذ عايش اللي مش عايش؟ هات لنا اتنين عصير موز. اتنين عصير موز؟ تحبوا حضرتك ساده ولا بالحليب؟ لا عصير موز عادي، موز يعني موز. اه صح طبعا، ومعروف جدا ان الموز علينا حق. الله يلطف. يا مس يا استاذ لو سمحت، عايز موز موز وانا كمان موز تشرب ايه؟ كوكتيل يا دول. ثلاثة موز بس لو سمحت. ما قلتليش بقى كنت عايزني في ايه؟ وبسرعه وحياتك عشان انا مشغول ورايا حته طازه، ده غير حته تانية فاضل لها ساعتين وتفصل شحن. يا ما شاء الله حضرتك كمان متخصص دفن موبايلات، ما شاء الله. حضرتك انا نفسي تعلمني المهنه بتاعت الحنوتي ده، يعني نفسي ابقى تلميذ ليك يا معلم. انت شغال ايه بالظبط؟ حضرتك انا فاتح بازار، بس البازار للاسف مش شغال خالص اليومين دول، لدرجه ان انا بفكر ادفن التماثيل واتدرب فيهم. فعلا التماثيل عندنا ريحتها فاحت في المنطقه كلها. بس يعني حضرتك يعني انا في البيت اول ما عرفوا ان انا هشتغل حنوتي فرحوا جدا وقعدوا يسلموا عليا ويبوسوا فيا، يعني ولغايه دلوقتي بيبوسوا فيا ويعني فرحانين جدا يعني. وان شاء الله ان شاء الله يا معلم انا يعني هرد لك جميلك ده. هتعمل لي ايه يعني؟ يعني باذن الله لما تتكل انت بقى على الله هدفنك دفنه، يعني تخلي مصر كلها تتكلم على الدفنه بتاعتك. طب بتفول عليا ولا ايه؟ لا ما بفولش يعني، بس زي ما احنا قلنا يعني عادي الموت علينا حق. طب بص بقى عشان انا مش فضيلك، انا هعرفك ازاي تبقى حنوتي وانت وشطارتك بقى. لا ده احنا تجار شطار قوي قوي قوي، قول بس انت عليك واحنا هنفهم على طول برابنت. اول هام لازم تعمل دعايه كتير كتير قوي، واول شغلانه ليك تبقى واحد من قرايبك عشان ده اللي هيعملك الدعايه الصح. واحد من قرايبي؟ ماشي. وتاني هام؟ تاني هام لما الشغل يمشي معاك شويه تجيب لابتوب زي ده وتسجل عليه اسماء الحتت وبياناتها. حلو والله. واكتب بقى للذكرى الخالدة مثلا ولا حاجة؟ لا ده لزوم الشغل الصح عشان الزبائن تدور عليك. طب وبالنسبة لي انا بقى معلم اجيب واحد زيه كده؟ هتجيب واحد زي ده تعمل بيه ايه؟ انت عارف اسمه ايه اساسا؟ لابتوب.
لابتوب. لا طبعا ما اسموش كده، اسمه لابتوب. وبعدين ده انت مش محتاجه، انت بكتيرك هيبقى معاك مقطف وكوريك. انا حنوتي ابا عن جد، والكتاب ده فيه اسرار المهنه وكيف تتعامل مع الحتت. اه بس الكتاب ده مش ببلاش، ده ب 100 جنيه تمن الكتاب والعطله. لا قوي 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 عينيا يا معلم. يا سلام، يعني الكتاب ده هيعلمني كل الحاجات بقى اللي هي في الدفن، وتعمل ايه مع الميت لما يموت وكده. بالظبط كده. ما نشتري اتنين يا دوله. تعمل بيه ايه؟ تعمل بيه عشان لو جه حتتين. ما هنقرا من نفس الكتاب. يا غبي يا غبي، وريني شطارتك بقى. وش حلو عليك، انا شامم ريحه شغل. روح بقى وتعامل مع الزبون، دي فرصة. معقولة أوام كده؟ أوام أوام يعني ولا؟ خلص وريني شطارتك. ماشي يا معلم ماشي، يعني واضح إن أنت خبير، يعني حتى الفيل اللي أنت دفنه ومعلق صورته ده، يعني ما شاء الله عليك والله يا معلم. حاضر حاضر. راح فين راح فين؟ هنروح ندفنها بقى. ندفن إيه؟ ندفن إيه؟ ندفن الورا دي؟ لا يلا، هي دي ماتت لحد ما تلاها. اقعد اقعد اقعد. ماشي ماشي، ربنا يسهل لك يا دولة. إيه كلنا لها، شد حيلك امال، ما تعمليش في نفسك كده. انا مش قادره اصدق انه خلاص انتهى. راح راح. ايوه ماما، ما دام مات يبقى راح، وضع طبيعي يعني، بس بقى في حياتك يعني. شد حيلك شد حيلك. اصلك ما تعرفش غلاوته كانت عندي شكلها ايه. ايوه اكيد هو غالي عندنا كلنا يعني، بس ما تقلقيش يعني، مع حضرتك عادل سعيد حنوتي السعاده الابديه يعني، فان شاء الله هظبطك واظبط المتوفي باذن الله. بص لو حد فين وعايزك تكون حنين عليه ورقيق، انت ما تعرفش كان غالي عندي قد ايه. والله غالي علينا كلنا حضرتك يعني، ان شاء الله هدفنه من غير ما هو يحس باي حاجه. حضرتك بس اديني العنوان وانا هتصرف يعني. بص بص جماله، الجمال ده كله راح. هدر هدر هدر. لا 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 اوعى تقولها، ما تنطقهاش. انا بقوله يا ميشو. اهو ميشو بقى مش ميشو، اهو كلب يعني. وده مات ازاي يعني حضرتك؟ مات امتى؟ مات من ساعتين في حادث فظيع. حادث فظيع ده اكيد مثلا في عظمه اتحشرت في زوره، ولا كان بيعدي الشارع وهرب من السلسله، ولا ايه؟ حادث بشيع 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 بشيع. ايه اهو كلب وراح وخلصنا منه. عاجبك البوز الاخص انت؟ نحسني دايما نحسني. شفت؟ معلش هي البدايه كده. انا عن نفسي بدات بالقطط. انت بقى دلوقتي تروح تشوف واحد من قرايبك، وهو اللي هيعمل لك دعايه وتسويق. ماشي. السلام عليكم. دايما لوجه الله. يا جماعه انا عايزكم في موضوع مهم جدا. وحدوه، انتوا مش هنا ولا ايه؟ ايه ده يا عادل؟ ايه الفضيحه دي؟ فضيحه ايه يا ماما؟ الواد رمزي عشان لابس اللبس ده لبس مساعد حانوتي، انا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي، لان الواد ده شاطر قوي يعني. الحمد لله، وان شاء الله بامر الله هبقى حانوتي قد الدنيا. يا سلام، وانت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده؟ طبعا يا نقنق، ده انا هموت من الفرحه. المهم تموت يا رمزي، سيبك بقى من الفرحه دي، انا اللي هفرح لما ادفنك بايدي. يا لا يعني انت عاوز ايه دلوقتي يا حنوتي؟ انت عايزنا ان احنا نعمل لك حفرات على الارض؟ لا لا لا، من غير حفرات ولا حاجه، رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده، مش كده ده ولا ايه يا رمزي؟ طبعا يا معلمي. امال ايه، انا عايزكم بقى في حاجه تانية خالص. انا عايزكم يا جماعه تساعدوني ان الاقي اول زبون ادفنه بقى ان شاء الله. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني عايز تاخد واحد مننا يعني تبدا بيه حياتك؟ لا لا، انتوا لسه بس ان شاء الله على ايدي برضو، ما تقلقوش يعني. لكن انا بفكر في حاجه تانية خالص، انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب يخلص شحن، تقولوا لي عليه اروح ازوره، اديهم الكارت بتاعي، اول ما يموت يقولوا لي بقى عشان اروح ادفنه بقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا. انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يا دي الخيبه؟ يا ابني فكر في مراتك، تقول انا متجوزه حنوتي؟ فكر في اختك لحمك ودمك، لما حد يجي يطلبني عريس اقول له ايه؟ روح اطلب ايدي من اخويا الحنوتي. فكر في بنتك ياسمين، تقول ايه لزميله في المدرسه؟ بابا حنوتي. مش احسن ما تقول لهم بابا مفلس؟ يا جماعه ارجوكوا لو سمحتوا، انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعه، ادوني اسماء بقيه العيله اللي قربوا يقطعوا شحن بعد اذنكم. يلا يا معلمي يلا، احنا باين علينا كده اهو، مفيش اكل عيش لينا هنا اهو. يلا ماشي، يلا بينا يا رمزي يلا بينا. عموما انتوا الخسرانين، بعد كده هتتحايلوا عليا عشان تشتغلوا معايا، وانا اللي هرفض. يلا وحدوه. دايما لوجه الله. مفيش حد غريب، هناء وامل اخواتي احفاد المرحوم جدي. وحضرتك كويس ان انت استعنت بيا يعني، وانت عرفت عنواني ازاي؟ انا لقيت ورقه في الارض مكتوب عليها حانوت السعاده الابديه،
فاتصلت بيك فجيت. حضرتك يعني متأكد ان هو مات يعني؟ ان شاء الله يكون مات، لانه كذا مره قبل كده تجيله غيبوبة نص ساعة ونفتكر انه مات يصحى تاني، المرة دي بقاله ساعة ونص، فان شاء الله يكون مات، صح ولا ايه؟ لا ان شاء الله يكون مات باذن الله يعني، والف يعني باذن الله. الباقي في حقكم يا جماعة، شد حيلكم مال. ايه يا عم انت هتخطب؟ خش في شغلك وخلصني. واضح ان مش حضرتك بس اللي مستعجلة على الميراث يعني يا استاذ شاكر. الله يرحمه كان بخيل ومطلع عينين الكل. ده احنا مشفتاش معايا يوم واحد حلو. خلاص يا اخوانا بقى، الباقيه في حياتكم يا جماعه يعني، شد حيلكم مال، ما تخلونيش اخش اولع في المتوفي. وحدوه انا جاهز يا معلمي. جاهز بعده الدفن على طول، مش في حاجات بتعمل. اتفضل. هي الاوضه دي؟ ايوه اتفضل. وحدوه دستور. لا اله الا الله. ولا رمزي ما تثبت، يلا ايه الرعشه اللي انت فيها دي؟ انا يا دولا انا، انت اللي مش خايف؟ انت اللي مش خايف؟ لا انا مش خايف، انا مرعوب يا انا. طب هنعمل ايه دلوقتي يا دولا؟ بص بقى يا رمزي، انت هتروح تكشف المتوفي، وبعدين انت هتغسله بقى، وبعدين انت هتقوم بقى تدفنه بالكفن ولا الحاجات دي، وبعدين انت بقى تدفنه بقى وخلاص. ايه يا دولا اللي انت طب وانت مش هتعمل حاجه يا دولا؟ يلا هو كل حاجه انا اللي عاملها، مش انت المساعد بتاعي؟ يلا انت اللي جاي تساعدني، امال هتساعدني ازاي؟ يلا ايوه يا دولا، ما انا المساعد بتاعي بس انا جاي اتعلم منك. طب بص، عشان تتعلم هات دول وخش عليه اكشفه بس بالراحه، لان المتوفي بيحس ان هو ميت باين ولا ايه. يلا يلا يلا. عملك ايه؟ انا دول اقدر ظروف يا دول، اقدر ظروف. وانا مين اللي اقدر ظروفنا؟ يلا اخرب بيتك، مين اللي اقدر ظروفنا؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي يا معلمي؟ معلمك ايه وانت شايفني واقف في سلخانه؟ بس انا جات لي فكره، يلا جات لي فكره. ايوه احنا ناخد بعضنا كده ونعصرها ونروح. لا نروح، يلا عايز تشمتهم فيا؟ يلا يلا بقى. هنعمل ايه؟ بس بهدوء. احنا ايه، انا وانت هنهجم على المتوفي هجمه رجل واحد. اللي هو مين؟ اللي هو انت. وبعد كده نخلص على طول، بعد كده هي دي بس عشان اول مره، بعد كده اما نتعود بقى نخش على الميت تك 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 نخلص على طول. لا لا، خش انت تك تك الاول، وانا بتعلم وراك. انت وانا وراك يا دول، انا وراك. انا مش عارف انت خيخه ليه. يلا كده ما تخش يضع الحته وخلص. يا مالك يا رمز، في ايه؟ ولا غاز شايف اللي انا شايفه؟ وانا ده الحكايه باين عليها بقت مرقبه خالص. انت مين وايه اللي جابك؟ حضرتك انا حنوتي، وده المساعد بتاعي حضرتك. علينا الكلام ده يا حرام يا نوري منك ليه؟ انا هطلب لك البوليس. صح، انا حرامي وعايز البوليس. عايز البوليس. حضرتك انا حنوتي، هو حرامي وعايز البوليس هو حر، بس حضرتك انا حنوتي وكنت جاي انا عشان اتصرف مع حضرتك يعني. انتوا حراميه؟ لا حضرتك والله مش حراميه، ولو حضرتك مش مصدقنا ممكن تسال شاكر حفيد حضرتك يعني. يا ولد ولد يا شاكر. ايوه جد، تحت امرك. انت صحيح جبت الحنوتي ده والمساعد الحيواني اللي معاه ده فاكرني مت خلاص؟ انا ما اعرفهمش اساسا يا جدو. وبعدين يعني ايه مات؟ واحد نام له ساعه يبقى مات. ساعه ونص، وانت بقمرت كمان ما كنت مستني الورث. ورث ايه يا حرامي منك ليه؟ جدو حبيبي مش مخلينا عايزين اي حاجه. طب حضرتك انا عندي اماره تانية، بقمرت اخواته اللي اسمهم امل وهناء اللي قاعدين برا لابسين اسود ومستنيين موت حضرتك يعني. جدو حبيبي نومي العوافي. جدو خد العصير الحلو ده من ايدي. هاتي خسارة فيكو. اظن بقى كده يا جدو عرفت انهم حرامية وكدابين. حرامية وكدابين ايه حضرتك؟ احنا مش حرامية ولا كدابين والله، ده هو اللي قايل لنا ده، احنا حنوتية عاديين يعني. اخرس يا حرامي منك ليه؟ انا عايز البوليس. بس يا حرامي منك له، ودلوقتي كل واحد هياخد جزاءه منكم بحق الله.